بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله نتكلم النهاردة عن المونكي بوكس أو داء القرد، والاسم ده اسم غير صحيح. إيه أعراض داء القرد أو المونكي بوكس؟ داء القرد أعراضه بتبدأ بألم في منطقة الشرج أو منطقة مخرج الغائط أعزكم الله، بعد كده بيبدأ بطفح جلدي في نفس هذه المنطقة، مخرج الغائط ومخرج الماء، يبدأ بطفح جلدي. الطفح الجلدي بيمر بعدة مراحل وبينتشر بيغطي الجسم كله. ما يبقى مع داء القرد ما يبقى معاه سخونة، تكسير في الجسم، ارتفاع في درجة الحرارة، هزلان، ومعيبقى معاه التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والتهابات في الجهاز التنفسي السفلي. ايه هو سبب المونكي بوكس او مرض داء القرد اللي هم بيسموه داء القرد؟ ده مش اسمه خالص، اسمه الصح هو المرض الذي يصيب قوم لوط أو داء قوم لوط، الذين يفعلون فاحشة قوم لوط. سبب حدوث مرض داء القرد أو مرض قوم لوط زي ما هو واضح من الاسم، اللواط، هذه الفعلة الشنيعة. بينتشر هذا المرض في بلاد الغرب اللي هم أباحوا ما يسمونه بالمثلية الجنسية اللي هي اللواط، اتيان الرجل للرجل في الدبر. وسبحان الله، يعني الهيئات الصحية الأمريكية والأوروبية نصحت نصيحة في قمة الاستفزاز، إن الجماعة اللي بيقيموا علاقات مع كذا راجل لا يكتفي برجل واحد، بدلا من إقامة علاقة مع عدة رجال. فهو بيصيب الجماعة الذين يفعلون فعلة قوم لوط، ولا يكتفي بواحد، يكتفي ليقوم بفعل هذه الفعلة مع عدة رجال. أيضا من أسباب انتقال هذا الفيروس، لأنه هو مرض فيروسي، المونكي بوكس ده مرض فيروسي، الفيروس ده بينتقل أيضا عن طريق ملامسة الإنسان المريض. الإنسان المريض اللي ظهر عنده الطفح الجلدي بيصيب الإنسان السليم اللي بيلامسه، وبيصبح الإنسان غير ناقل للمرض لما الأعراض تختفي، اللي هي أعراض السخانة والالتهابات والرشح والتكسير، ويصبح الجلد سليم. طالما الجلد فيه الطفح الجلدي فالإنسان بينقل العدوى للجماعة الأصحاء. وأيضا يعني ينتقل هذا الفيروس عن طريق سوائل الجسم، عن طريق أيضا عن طريق اللعاب. تجد يعني توصيف منظمة الصحة العالمية لمرض داء القرد أو مرض قوم لوط توصيف في قمة الاستفزاز، هي عمالة تلف وتدور على موضوع اللواط، ومش قادرة تصرح بأن سبب انتقال الموضوع، سبب انتقال المرض الأساسي هو هذه الفعلة الشنيعة. فيعني دي أعراض اللي هو المرض اللي بيسموه خطأً داء القرد، وهو اسمه الصح مرض قوم لوط. فرب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.